وهنا غادي تبدا المعركه، شي دخل في شي، الريوسه كيطيروا، الدم كيف شتا، قوم كيتقاتل في سبيل الله ومعاهم الملائكه اللي نزلت من السماء، وقوم اللي مرأسهم الشيطان كيتقاتلوا في سبيل الشرك. اللهم صل على عين الأعيان نقطة بداية الأكوان، صلاة تذهب بها عنا جميع الهموم والغموم والأحزان يا مولانا يا كريم. سلام الله عليكم أينما كنتم، ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة. كنتمنى انه هذه المره الصوت عجبكم، كنتمنى انه رمضان دايز بخير وعلى خير. تبارك الله دغيا دازت 15 اليوم، فالله يقبلوا لينا والله يجعل مولانا يعطي كل واحد فينا اي حاجه تمناها في خاطره. خلينا ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. خليناها في المعركه ديال البارح اللي استعدوا فيها الطرفين، جيش المسلمين وجيش المشركين، في اول معركه اللي غادي تفصل ما بين الاسلام والكفر، واللي غادي تتم بمعركه بدر. لما شاف رسول الله الجيش ديال المشركين والعدد ديالهم، غادي يهز كفوفه للسماء وقال ان قريشا جاءت بخيولائها وفخرها، اللهم ان قريشا جاءت تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداء. هنا غادي يبان ليه جمل حمر اللي عليه عتبه، اللي قال قريش بلي انها كتنسحب، وقال ايطيعه يرشد، غيمشي الحبيب عند الجيش ديالو المسلمين، وبدا كيقاد الصفوف. وكان ما بيناتهم سواد بن عزي اللي تقدم على الجيش وكان مخرج كرشو. هنا رسول الله دفعو بلطف، شاف بلي انه وجهه تبدل، قال ليه ضربتك؟ قال ليه نعم يا رسول الله. المعركه غادي تبدا دابا، وسواد مركز مع اوجعتني يا رسول الله. قال ليه الحبيب واش بغيتي تاخذ حقك؟ هادشي في وسط المعركه. قال ليه نعم يا رسول الله. قال ليه هاك خذ حقك مني. قال ليه كشف لي عن بطنك. هذا سواد قالها الرسول الله، غادي يكشف الحبيب عن بطنه، والصحابه كيشوفوا، غادي يطيح سواد على بطن رسول الله اللي بدا كيقبل وكيبكي. قال ليه رسول الله علاش كدير هكا؟ قال ليه يا رسول الله غادي نقاتلوا القوم دابا وربما نموتوا، وبغيت يكون اخر العهد ديالي بهذه الدنيا انه تلمس البشره ديالك، بشره ديالك الله الله. اما ابو جهل الكافر غادي يشوف جيش المسلمين، غادي يدعي مولانا اللي تشرك به، وقال ليه اللهم اقطعنا للرحيم وجاءنا بما لا نعرف، اللهم اينا كان احبنا اليك فانصره اليوم. واكيد ربي غادي يستجب هذا الدعاء. غادي يقتربوا الصفوف ديال المشركين ضد ديال المسلمين، وغادي يدخل رسول الله للعريش ورفع يديه مره اخرى للسماء وبدا كيدعي مولانا، اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، اللهم عهدك الذي وعدتني، اللهم وعدك يا رب. هو مشغول وتيدعي وتطيح ليه السلام ديالو. ابو بكر كان من موراه كان كيرجعوا ليه وتيقول رسول الله كفاك يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فان الله منجز ما وعدك. هنا غادي تاخذ رسول الله بحال شي غميضه فاق منها، وغادي يدخل على ابي بكر وهو كيبتسم وهو يقول يا ابا بكر أبشر أبشر، هذا نصر الله قد أتى، جبريل قد نزل على الخيل والنقع على ثناياه، ومعاه ألف من الملائكة اللي نزلوا من السماء. شوفوا على معجزة. سيدنا رسول الله فرحان ونشط بالنصر ديال مولانا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. غادي يمشي رسول الله يخرج وكيشوف صحابه كيقتربوا من الكفار، قال لهم غادي يتهزم هذا الجمع، كيبشر صحابه وسيولون الدبر، زعما غيرجعوا فحالهم. فهاد اللحظة غادي يهز واحد الحصب من الأرض وغادي يرميه على وجه القوم ديال المشركين وقال بسم الله. تيقول الراوي ما كاينش شي حد من المشركين إلا ودخلت ليه ديك الحصبة في عينيه، زعما عجاجة او الحجره. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ماشي انت اللي وصلتي ديك الحصبه لعينيهم يا رسول الله، ولكن مولانا هو اللي وصلها. غتبدا المعركه بسبب رجل من المشركين اللي سميتو الاسود، لواحد الرجل كان خبيث وما مربيش، غادي يقول قدام الناس والله لا اشربن من حوضهم او لا اهدمنه او لا اموتن دونه. غادي يمشي كيجري للحوض وغيستقبل اسد الله حمزه بن عبد المطلب اللي غادي يضربو ضربه وحده فيها غادي يقطع ليه رجليه، وطاح حدا الحوض وبدا تيحبو، وهنا حمزه غادي يزيد ليه ضربه وحده اخرى اللي فيها غادي يقتلو. المشركين تاثروا من هذا المشهد وحسوا براسهم بلي انهم تهزموا، وغادي يخرجوا منهم ثلاثه من كبار القادات ديالهم، عتبه وخو شيبه وابن عتبه اللي سميتو الوليد، غادي يخرجوا يتقاتلوا. وهكا كانت كتبدا المعارك. غادي يوقفوا في الوسط وغادي يسولوا من لنا، زعما شكون اللي يخرج عندنا يتبارز معنا. غادي يخرجوا ثلاثه من شباب الانصار، غادي يسولوهم مشركو قريش شكون نتوما؟ شباب من الانصار. قال لهم اكفاء لكن لا حاجه لنا بكم،
وشنو بغيتو؟ حنا بغينا القوم ديالنا واهلنا، يعني بغينا من المهاجرين دوك اللي هاجروا من مكه للمدينه. قال لهم رسول الله: يا عبيده بن الحارث، يا حمزه بن عبد المطلب، يا علي بن ابي طالب، الرجال الابطال نوضوا لهم. نوض حمزه قدام شيبه، وعبيده قدام عتبه، وعلي قدام الوليد. حمزه ما عطاش اصلا فرصه لشيبه، زوج ضربات قتلو علي حتى هو. ودابا بقى عبيده قدام عتبه، شي ضرب شي طاحوا بزوج، جا حمزه وعلي وهما يقتلوه. كبروا المؤمنين، الله اكبر الله اكبر. وهنا غادي تبدا المعركه، شي دخل في شي، الريوسه كيطيروا، الدم كيف الشتا، قوم كيتقاتل في سبيل الله ومعاهم الملائكه اللي نزلت من السماء، وقوم اللي مرأسهم الشيطان كيتقاتلوا في سبيل الشرك. رسول الله ما بين صحابه كيشجعهم وكيحمسهم، وشعارهم احد احد والله اكبر الله اكبر، اللي قاتل في سبيل الله وصبر راه مأوى الجنه. غادي يقول رجل من الصحابه اللي سميته عمير: بخين بخين. قال ليه: ما حملك على قولين بخين بخين؟ قال ليه: يا رسول الله راني بغيت نكون من اهل الجنه. قال ليه: انت من اهلها. وهذاك الصحابي عمير كان يلا بغى ياكل شي تمرات، فاش قال ليه رسول الله انت من اهلها، غادي يلحهم ودخل المعركه وبدا كيقاتل حتى تقتل. هذيك المعركه كانت غريبه، للدين كيتقطعوا، الاجساد كيتلاحوا. تيقول احد الصحابه: وانا في المعركه جيت لاحد المشركين بغيت نقتلو، وشفت راسو كيطير قبل ما نوصل ليه، شفنا يدين كتقطع ولكن حتى شي حد ما كان حداها. مولانا تيقول للملائكه: فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. وبنان هي اطراف اصابع اليدين والرجلين. الملائكه هي اللي كانت كتقاتل، سيدنا جبريل شخصيا غادي ينزل. اهل الكفر اللي كانوا بزاف غيبداو كيتراجعوا وخافوا وما بقاوش فاهمين شنو كيوقع. فهذيك اللحظه كان ابليس متنكر كدائما بصوره سرقه بن مالك، كان تيشوف هذا الوضع، وكان كتبان ليه الملائكه كتنزل من السماء اللي كتقاتل بنفسها مع اهل الايمان. غادي يهرب، شافوه المشركين وقالوا ليه: يا سرقه، حيت كي قلت لكم كان متمثل في سرقه، يا سرقه فين هربان؟ واش ما كنتيش جارنا؟ قال لهم: لا، اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله. شاف المعجزه الالهيه، شاف الملائكه وشاف سيدنا جبريل، وهرب وهربوا معاه المشركون. اما اهل الايمان مولانا معاهم مازال كيقاتلوا، واللي كانوا 309 محارب ولسانهم كان كيردد الله اكبر احد احد. رسول الله غادي يقاتل معاهم، وفي هاد اللحظات الراس نتاع الكفر ابو جهل بغى يشجع صحابو حيتاش شافهم تيهربوا، بدا تيقول لهم: فين غاديين؟ واللاتي والعزة، غادي نقتلوهم وغادي نشردوهم. ابو جهل تيحاول انه يشجعهم ولكن ما قادرش، او لا ما قدرش. تيقول عبد الرحمن بن عوف: كنت في المعركه فاذا بواحد الشاب عن يميني غمزني، واللي كان سميته معاذ. سولته: شنو بغيتي يا ولدي؟ قال لي: اين ابو جهل؟ قلت له: شنو بغيتيه؟ قال لي: سمعت باللي انه سب رسول الله، والله اذا شفته ما غاديش نفارقه حتى يموت واحد فينا. كيقول عبد الرحمن: غادي يغمزني شاب واحد اخر عن شمالي سميته معوذ، وطلب مني في نفس الطلب تاع الشاب الاخر. قلبت لهم على ابو جهل وريته ليهم، مشاو كيجريو لعندو، غادي نقزو عليه بحال الصقر على الفريسه ديالو، غادي ينتقموا منه، وطاح على الارض ميتا. شبان مشاو عند رسول الله وقالوا ليه: قتلنا ابا جهل. كل واحد فيهم تيقول: لا انا قتلته، انا اللي قتلته. قال لهم رسول الله: وريوني سيوفكم. شافهم وقال: كلاكما قتله. رسول الله غادي يقول لصحابه: قلبوا لي على ابو جهل. فاذا عبد الله بن مسعود احد اصحاب الحبيب اللي كان واحد الرجل اللي هو ضعيف، بان ليه ابو جهل كيحتضر، غادي يوقف لي على صدره وحط رجليه على عنقه. وقال ابو جهل: لمن الدول الان؟ لمن الغلبه الان؟ قال ليه: لله ورسوله يا عدو الله. قال ليه ابو جهل وكيحتضر: راك ارتقيت مرتقعا صعبا يا رويع الغنم. فاذا بعبد الله غادي يقطع ليه راسه ويرميه بين يدين رسول الله. قال لي الحبيب: لا اله الا الله، صدق وعده وهزم الاحزاب وحده، هذا ابو جهل فرعون هذه الامه، قتل. ويا لها من معركة، كيفاش كانت حاسمة، معركة اللي فيها تيواجه الأخ خوه والأب ولده، ولاد العم اللي كيواجهوا ولاد عمامهم، غادي يواجه أبو بكر ولد عمه، وعمر بن الخطاب غادي يواجهوا خاله العاص بن هشام، ضربوا عمر قتلوا فيها. غادي ينزل مولانا في الصحابة وهما تيقاتلوا: تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. شي تيواجه شي، وهنا فين كان تيبان الإيمان. بدأت المعركة كتبان شكون اللي غادي ينصروا مولانا. كاين من المشركين اللي هرب، ومنهم اللي حاول باش أنه يقاوم، ومنهم اللي تقتل، ومنهم اللي تأسر. في هذه المعركة غادي يتلاقى عبد الرحمن بن عوف مع رأس الكفر أمية بن خلف، اللي غادي يشدو ويأسرو ويأسر حتى ولده.
غادي يديهم، غادي يشوف بلال أمية وهو مأسور عند ابن عوف. وكان أمية كنتو باقيين مازال عاقلين كان عذب بلال قبل الهجرة لما دخل الإسلام، غادي يغوت بلال لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، غادي يقول ابن عوف هذا راه الأسير ديالي شنو بغيتيه؟ قال له بلال والله لا نجوت إن نجا، غادي يغوت في المسلمين يا معشر المسلمين إنه رأس الكفر أمية بن خلف. قال عبد الرحمن الأمية وولد علي هربوا لا أغني عنكما شيئا، غادي يهربوا ولكن غادي يلحقوا عليهم المسلمين وغادي يقتلهم. وهكذا كانت هاد الحرب اللي فيها نوى المشركين أنهم يحيدوا الإسلام، لكن مولانا مسحهم وقضى عليهم وبنت الحقيقة ديالهم. وكانت أول معركة في الإسلام اللي فرقات ما بين الباطل والحق، هاد المعركة اللي بينت الإيمان ديال كل واحد. من بعد ما سالات وهرب اللي هرب وتأسر اللي تأسر، غيمشي رسول الله عند دوك اللي تقتلوا من الكفار وأمر باش أنهم يديوا الجثث ديالهم يرميوهم في القليب. فاش جمعوهم تما رسول الله وقف عليهم وكلمهم، قال لهم يا أبا جهل، يا عتبة، يا ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن ربيعة، وبدا كيدوي معاهم واحد واحد وكيسميهم. قد وجدتما وعدني ربي حقا العز والنصر، فهل وجدتما وعدكم ربكم حقا الذل والهوان. غادي يجي سيدنا عمر حضر رسول الله وقال له يا رسول الله كتكلم أمواتا؟ قال له ما أنت بأسمع لما أقول منهم، إنهم يسمعونني سيهزم الجمع ويولون الدبور. آية. من بعد ما نصر مولانا هاد القلة المؤمنة على الكافرين، هنا الصحابة كانوا تيجمعوا الغنم ديال المشركين، غادي ياخذوا داكشي اللي تسلب منهم ولكن غادي يختلفوا فيه. دوك اللي قتلوا قالوا هاد الغنم ديالنا وحنا اللي قتلنا، اما دوك اللي جمعوا الغنم قالوا ديالنا حنا اللي جمعناهم، ودوك اللي حرسوا رسول الله قالوا راه ديالنا حنا راه حرسنا القائد ديالنا. وهنا غادي يتدخل رسول الله ما بيناتهم وغادي يبدا كيفرق في الغنم بالتساوي. اما المشركون اللي بقاو منهم حيين هربوا في الوديان والشعاب وما عرفوش فين ردوا الراس. في يوم اللي وصل لمكة، مشركي مكة كانوا كيتسناو الخبر، كانوا كيتسنى اللي يبشرهم بالنصر ديالهم على رسول الله وصحابه. غادي يوصل اول واحد فيهم اللي سميتو الحيثمان اللي غادي يجمع المشركين، وهما كيتسناو الاخبار اللي كتفرح، ولكن بان لهم فوجهو خبر ماشي ديال الخير. سولو شنو واقع ياك لاباس؟ قال لهم قتل عتبة سيد من سادات قريش وخو شيبة وابو الحكم اللي هو ابو جهل وامية، وبدا كيقول لهم الاسماء. الناس تصدموا بقاو ساكتين. انا ذاك كان صفوان بن اميه كان جالس في الحجر، وصلوا الخبر وتاكد بلي هذا الشيء بالصح، ان ابو لهب اللي تخلف على المعركه غير رجع من بعد سويعات. تيقول واحد الغلام اللي كان كتم الاسلام ديالو اللي كان في مكه كان تيخدم في دار العباس اللي هو عم رسول الله ومرته ام الفضل اللي كانوا كلهم سلموا ولكن بقاو ساتري الامر. تيقول هذا ابو الرافع اللي كان غلام صغير جاء ابو لهب وسمع بالخبر وما صدقش وتزير عليه الحال، وجلس من مورا ظهره كان سمع الخبر. شويه قيل في الناس هذا أبو سفيان قد وصل. قال أبو لهب هذا راه عنده الخبر الحقيقي، ويمشي ويسوله شنو هي الخبر. قال لي والله ما إن لقينا القوم إلا منحناهم أكتافنا كيقتلوا فينا ما شاءوا. إيش هالشي كتقول؟ قتلوا ساداتنا وما خلوا فينا حتى شي حد، كيفاش هما قل منكم في العدد؟ شفنا قوما على خيل بيض كيقاتلونا من السماء ومعاهم رماح وسيوف كيقاتلونا من السماء. قال ليه ابصر شاد الكلام كتقول. تيقول ابا رافع داك الغلام الصغير غادي نطق وغادي نقول والله انها الملائكه اللي كانت كتقاتل مع المؤمنين، غادي يشوف فيا ابو لهب وغادي يصرفقني، وطحت وبدا كيضرب فيا وانا غير غلام صغير. حتى جات ام الفضل مرت العباس اللي جلس عندهم في الدار، هزات العصا اللي ضربت بها ابا لهب وقالت ليه كدير هاد الشيء لما غاب السيد ديالو. تيقول ابو رافع ما هي الا 7 ايام وغادي يهلك مولانا ابا لهب، وسمعت العرب بالهزيمه ديالهم وعزت اهل الايمان، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. في المدينه كانوا المسلمين كيتسناو خبر المعركه، اما المنافقون واليهود كانوا كيترعدوا في المدينه وينشروا فيها الخبر بلي انه محمد قد قتل والمسلمون تهزموا. وفي ذلك الوقت كانت ماتت رقيه بنت سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي امر رجلها عثمان انه يبقى معها. رسول الله غادي يصيفط رسولين باش يبشر المسلمين بخبر النصر. لما وصل المدينه غادي يشوفوا المنافقين نقات رسول الله القسواء اللي عليها زيد بن حارثه اللي صيفطوا رسول الله هو وشخص اخر باش انه يجيب لهم الخبر. بداو تيقولوا شوفوا ناقه محمد عليها زيد بن حارثه، قتل محمد وزيد جايب الناقه ديالو. المسلمون ما كانوا عارفين والو، حزنوا حيت النبي ديالهم تقتل. ولكن لما وصل زيد المدينه وقال لهم الخبر الصحيح كلشي بدا تيكبر وكلشي تيقول العزه لله ورسوله. اليهود زادوا حقدوا على الاسلام والمسلمين. رسول الله غادي يجلس في بدر 3 ايام من بعد ما امر الصحابه انهم يمشوا للمدينه ومعاهم دوك اللي اسرهم.
طريق رسول الله غادي امر علي باش انه يضرب عنق النضر بن الحارث وعقبة حيتاش كانوا كبار المجرمين. هاد الاخير اللي خنق رسول الله ورمى عليه داكشي القدير ديال الناقه. لما وصلوا المسلمين للمدينه غادي تجي وفود بزاف ديال التهنئه اللي كانت كتهنئهم في هذه اللحظه. غادي تظاهر عبد الله بن ابي بدخوله للاسلام اللي غادي تكتشفوا من بعد اشنو غادي يدير من بهتان وتحريميات. اول مره غيكون عند رسول الله أسرى، شو غادي يديروا بهم؟ واش يمن عليهم او اللي يفديهم او اللي يقتلهم؟ ما نزلش حكم في هذا الامر. وهنا بدا كيستشر مع الصحابه، مع صحابه. ابو بكر اقترح باش انه يكون الحمام ديالهم، يعطيو الفلوس اذا بغاو يبقاو عايشين او شي حاجه سويه الثمن او شي خدمه. اما عمر كان مخالف، قال لهم باش انهم يقتلوهم باش يكونوا عبره للعرب ويعرفوا القوه نتاع الاسلام، وما يقدرش يتجرأ عليهم مره اخرى شي حد من الناس. سيدنا رسول الله غادي يتفق مع الاقتراح نتاع الصديق. تيقول عمر في الصباح بلينا رسول الله وابو بكر تيبكيو، سولتهم مالكم؟ رسول الله قال ليه ان العذاب عرض عليهم ادنى من هاد الشجره بسبب فداء المشركين والاسرى، وعتب الله نبيه لقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. رسول الله تيبكي وأبو بكر تهو تيبكي هيبة من الله عز وجل. هم نفذوا حكمهم والناس بدأوا تيفذوا ريوسهم بمالهم، وكان بعضهم اللي كان تيعرف يقراو وكان فيهم اللي تيعرف يكتب. هادو اللي كانوا أسرى. زينب مرات أبي العاص غادي تصفط واحد القلادة بها كتفدي راجلها. لما شاف رسول الله دمعت لي عينيه حيتاش هاد القلادة كانت عند خديجة الحبيبة ديالو. تفكرها وقال للصحابة: إلا بغيتو نرجع هاد القلادة لزينب ونرجع لها تراجلها معاها. الصحابة بغاو ولكن شرط على ابن العاص أنه يصفت زينب للمدينة. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم واستفدتوا منها. تتم انت هادشي اللي وقع اليوم غدا ان شاء الله. اما سؤال حلقتنا اليوم هو كالتالي: القلادة اللي صيفطات زينب باش تفدي بها رجلها من كانت في الاصل؟ دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.